السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ هذا موجود؟ موجود حبيبي. ايش قد سعره؟ باكيت أو شريت؟ لا باكيت طبعا. الباكيت سعره 24,000. ايش؟ 24,000 أصلي؟ يس طبعا. لا مو أنا لين ماخذه ب 35 يعني. 35؟ 35 أخذته. طبعا أول مرة يجي المراجع يقول لي ماخذ السعر أكثر من الموجود يعني عندي. تدري ليش؟ يعني صراحه المراجعين من يشوف سعر رخيص يقول لي طيب باكيتين ويسكت، ما يقول لي ماخذ هيك بس. ما ابو انا يعني مرات مرات يقولوا لي هم دير بالك الاصلي ومو اصلي وكذا وهاي الامور يعني. لا لا طبعا بس انا من زمان اخذ 35، ايش عجب يعني بتبيع روج؟ من تاخذه اذا من غير مكان منطقه اختلاف حرفية. يعني صراحه غير اقول لك دائما اجيبها من الحارثيه يعني. والله انا صراحه يصرف لي بهذا السعر يعني اذا من الحارثيه هو يعني معروف هذا واقع زين هو الحجيه يصعد ضغطها. اي باع حبيبي هذا هو علاج يعني حمايه للقلب وهي على ادويه الضغط هو كعلاج مو 100% على الضغط بس حمايه من ذبحه هي شيء لا سمح الله فيطوح حمايه من باب الحمايه زين شوف الشريط ولو زحمه علي الشريط موجود باكيت نفسي كذا تشوفه حتى تتاكد انه اصله انه هذا نفس الليبل مالته نفس التسعيره مال النقابه اللي هي مسعره طبعا 26,000 احنا نبيعها اقل شويه تعرف طبعا زين شنو السالفة العاد ليش كل صيدلية بكيفها؟ يعني صراحة إذا بدي أحكي لك فيها ولو يعني المفروض أنا صيدلاني ما أعطيك أرخص كنقابة لا مو بس يعني هسه الفرق بالسعر هواية يعني الموضوع رقم فأنا ليه سألتك أصلي أصلي لو مو أصلي؟ يعني هسه الفرق بالسعر هواية حضرتك 24 صحيح أنا أخذ على 35 يعني لو أكو رقابة على صيدليات دقيقة هم موجودة والرقابة نفسها ترجع من المداخل أكو تفاوت بأسعار المداخل يعني لو مثلا أكو رقابة على المداخل نفسها صراحة أحكي لك عشان ما صارت هاي التفاوت بالاسعار. بس بنفس الوقت احنا نحكم اذا تبدا تحكي حارثيه صراحه فرق كلش يعني انا هسه ادويه اذا اروح انا صراحه انا مو صيدلاني مرات اخذ واحد من اقاربي مثلا حاله مرضيه بالحارثيه اباعه الوصفه نوبات طبعا هو موضوع التشفير اذا الوصفه مشفر انا صيدلاني ما اقدر اقراها. شو اسوي؟ انطي الوصفه مثلا للصيدلانيه الموجوده المشفره الها اباعها على الايتمات اللي الايتمات طبعا قصدي الادويه اللي ذبتهم حفاظتهم خذتهم ورجعت اخذتهم لصيدليتي. هذا روتيني طبعا من زمان امشي به على مود لا ينضرب السعر في اثنين عليه والله عندي موجود خلف الله عليك زين الساعه 24 سنة 24 اسويك فدوى عينك نفس الشركه اعتقد نفس الشيء 100% وماكو اي فرق رحم الله والديك